نروح لتريزيجيه سريعا جدا. والحقيقه يمكن خلي بالكم اللقطه دي، كتير من الناس اللي مش متابعين الدوري التركي، اللقطه دي كانت اثناء احتفال تريزيجيه باحد اهداف النادي اللي بيلعب له، نادي ترابزون سبور، وحصل انه في لحظه سجوده لاعب فنرباشا اسمه ساميت اكايدين بصق على تريزيجيه على الارض. واللقطه دي الحقيقه اثارت جدل كبير جدا، طبعا في نفس الوقت اللي كان تريزيجيه بيحتفل زي ما حضراتكم شايفين كده في الصوره بسجده شكر ربنا سبحانه وتعالى على ارضيه ملعب المباراه. في نفس اللحظه دي اعتدى عليه ساميت ده لاعب فنرباشا بالبصق عليه، واللقطه دي اثارت يعني حاله جدل واستنكار ورفض كبيره جدا، وفي كتير من التقارير الصحفيه اللي خرجت في تركيا بتؤكد على انه ضروره التعامل مع الواقعه دي بمنتهى الردع. في حاله غضب كبيره جدا في تركيا تجاه مدافع فنرباشا. ترابزون سبور نادي اللي بينتمي ليه تريزيجيه طلع بيان رسمي قال فيه انه بيدين بشده التصرف اللا انساني ضد لاعبه محمود تريزيجيه خلال مباراه فنرباشا في 18 مايو، واضاف في بيانه انه الامر ده مخزي ومثير للاشمئزاز ان يبصق لاعب فنرباشا ساميت اكايدين على تريزيجيه وهو ساجد على الارض بعد احتفاله بهدفه. ويمكن الحقيقه في مطالبات للاتحاد التركي لكره القدم انه يتدخل، ومطالبات لنادي فنرباشا كمان انه يتدخل عشان يتخذ اجراءات على الفور ضد اللاعب اللي قام بالاعتداء على محمود تريزيجيه. وفي ختام البيان بتاعه قال نادي ترابزون سبور ندعو المجتمع الرياضي باكمله للتكاتف ورفض مثل هذا العدوان والاعمال الانسانيه وحمايه القيم الحقيقيه لكره القدم حتى يتم اعاده بناء الرياضه على اساس الصداقه والمحبه والاحترام.